مرحبا بكم في عشاء ريسيبيز. الحلقه ديال اليوم غادي نقدم لكم اكله جزائريه نسميتها البكبوكه. عندو المقادير: كنحتاجو للكرشه اللي من بعد ما غسلناها مزيان كنقطعوها على شكل مستطيل بحال هكا اللي غادي نعمرو فيها الحشوه. غنحتاجو بصله صغيره مقطعه، عندنا كاس ديال الرز يكون مسلوق نص طلقه، كاس ديال الحمص، قزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، نص معلقه ديال السودانيه، ثلاثه فصوص ديال الثومه، كمون، ملحه، خرقوم، سكينجبير، تحميره، واحد ربع كاس ديال الزيت. عندنا هنايا خليط ما بين الريه والامعاء ديال الكبش. في المرق غادي نديرو حمص هكا صحيح كيكون في الزكيله كامله. عندنا هنايا جوج بصلات كبار مقطعين، قزبر ومعدنوس مربط بحال هكا، والماء باش غادي نروي. غادي نصاوبوا الحشوه اللي غادي نبداو نزيدو البصله، الرز، حمص، قزبر ومعدنوس، ثومة، سودانية، معلقة صغيرة ديال الكمون، غنديرو تقريبا معلقة صغيرة ديال الملح معمراش، شوية ديال سكينجبير تقريبا نص معلقة، معلقة صغيرة ديال التحميرة، كنخلطو هادشي. قبل ما نعمروها غادي نخيطوها، كنديرو البراو الخيط بحال هكا وكنديروه على تندوبلوه باش كيولي صحيح. كما كتشوفوا انا صاوبته هنا بحال شي جيب، ما غاديش نخيطو كامل، غادي نحيطو حد هنا، غنخلي مساحه باش غادي ندخل الحشوه ونكمل الخياطه. ضروري خصنا نزيرو باش ما تحليناش. بعد ما سلينا الخياطه ديال الكميه كلها اللي عندنا، غادي نبداو دابا في التعمار. نجيبو الحشوه، نستعمل ملعقه صغيره، كنعمرو هي 3 ارباع ديال المساحه اللي عندنا هنايا، ما كنعمروهاش حتى الفوق باش ما تطرطقش. حنا نديرو كل حاجه شويه، كنتفلسوها هكا باش كنقادوها. صافي هانتوما كتشوفو نقديها، فانا خليت هنا مساحة. دابا غادي نرجع نخيطها، انا راه خليت البرا، خليت الخيط هكا طويل باش نكمل الخياطة عليه. ملي كنساليو الخياطه كندير بنفس البره كنتشكوها باش كنخليو الهواء يخرج باش ما كطرطقش. شان يوم جميل. دابا غادي نوجدو المرق اللي غادي يطيب فيه، غادي نديرو الزيت، البصله، ونستفوهم فوق منها،
غنديروا التوابل، غنعاودوا تقريبا نفسهم، غنديروا كمون، سكينجبير، غنزيدو هنا دابا الخرقوم، شويه الخرقوم، تحميره، قبصه ديال الملح، الربيع، ونمرقوه. غنردوه يطيب المده ديال الساعه، تنحسبوا ليه الوقت من بعد ما كتصفر الصفاره ديال الكوكو، عاد من بعد كنزيدو الحمص. بعد ما طاب نص طيبه كما كتشوفوا، كتشوفوا ان المرقه ولات بحال كنقصات تقريبا ثلثين فيها، غادي نزيدو الحمص وغنردوه يطيب نص ساعه واحده اخرى. وهي البوكا من بعد ما وجدات كنكبوا المرق هو الاول، عاد كنستفوها من الفوق، ما كنساوش نحيدوا الخيط. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا جيم وديروا اعجاب في لاباج فيسبوك شيوات عائشه مصباحي، وايضا اشتركوا معايا في قناتي عائشه ريسيبيز باش توصلوا بالجديد. نتلاقاو في فيديو اخر، الى اللقاء.